سلام ازول مرحبا الاخوات، ان شاء الله اكلي دافغك بخير. مرحبا بكم معايا دون اون نوفيل فيديو. جيسبر نلقاكم كامل بخير. على بالي بلي طولت عليكم، صافي لونطو ما بنت. اليوم حندير لكم اون بتيت فيديو حنكون خفيف عليكم. كاين بزاف لي سقساوني على الكالفا جوستومون، كيف لا بيريود هادي راني ندير بها، قلت نفهمكم حوايج فيها. شوفوا البنات كيما تشوفوا، انا استعملت الكالفا هذيك الخشينه، شوفوا الخدمه تاعي كيفاش ماشي متقونه على خاطر بدت الكالفا. باكونت هادوما لي بوينت كرواس صغار، هادوما درتهم بالكالفا اللي كنت نستعملها، دونك تبعوا معايا. اكيد تسولي متى كيفاش قشيشين نعاودي تبدلها الكالفاينو خماطة كاس سلمارون ياكير دا شو الكالفا ياكير تازورنت مليح او ديبي سخمات باسكو سعرت سي بور سان يتسخدما و غاتي صافي لونطون اون بلوس تاكي دي كفان تينا نظن تروح يتفاك كمل خص تاكينيا فينالمون تفقد يخدمي و يشمس دونك يولي داكويت الخيط ني خمغا كنيا. قلتلكم البنات كنت عندي هادي صافي لونطون لي عندي الكالفا هادي مارون بصح كيما نقولو خشينة. انا كي استعملتها كان لازم لي القيسة، راني دوكا حندير لا سينتور كيما راكم تشوفوا تراسيت في الوسط هادية هاد المقروطة، من بعد درتها وكي رحت نحيها لقيت صعوبات. دوك نفهمكم كيفاش. باقي ثق شيجن هاد سهل الكالفا إقلاق تستخدمت التصديكو تيدي سقساين في اللاس ثقين كي تغطي 58000 زرمت أمكي تواخدم شغل استخدمت كي جينيا تزمالة تكمش لقاقث باغ كونطخ ثاكينيا ظلم كي زورت. قلت لكم البنات هذه هي البيضه هذه اللي نستعملها، مي المارون هذه البنات ما تصلحش. اون بلوس واسمو كيما نقولو تقبات هادوما سي لا ميم شوز كيف كيف كي البيضه كي المارون بصح شوفوا كيفاش نقول لكم السمك تاعها هادي كي اللي خشينه ما تقدرش تنحوها، اذا نحيتوها يتنحى مع الخيط هذاك اللي طرستو عليه. لقيت في خشيشين يا كنتي في المارونينا تزوران تمالات سي صوح متى تي تفسي تفسي مي الخيط نيا يثبرو ديم تاكن يتكاسد مي تي خيط تخم جاتينا كي الساعه كي كينيا لي كارون ياكي كيف كيفيت تديني الساعه فينا يسعى فينا الناظر تما القيس ديون داك تاع قشيشين افهم كي تسوالين في برودي اختك في تيكلت سمير راح غادي تكسا وفي غوز مير غادي تكسا ني غاس بوركوا با او سي تخدم على لا فيديو ايوا كنا زرت ايوا كنو تمكر تي راه لي بروبليم اي تمكر ان كينيا خاطر يوا الحل ما تبرودي هاد الحاجه اما لا فاك تفوز مي راه غتكمل لنا خسرنا. فوالا قلت لكم البنات لقيت صعوبات كي نحيت الكالفا هادي، شوفوا فريمون تمرمت فيها والخيط هذاك اللي درتو النوار هذا اللي راهو من الفوق تواسى كاع في الاخر تشوفوه. اون بليس حنجاوب على كلكو كيسيون اللي راكم طرحوها لي في لاباج ديالي اللي راهم يبعثوا لي. وقبل ما نبدا ميرسي بوكو اللي راهم يسقسيو عليا اللي راهم يبعثوا لي في البريفي يقولوا لي واش راكي وعندك شحال ما بنتيش. نقول لكم راني مليحه الحمد لله، سي جوست برك وليت للخدمه وما نقدرش نصور لكم سي بوغ سا راني غايبه على اليوتيوب. حنبداو باول سؤال. كاينه وحده قالت لي الخدمه بالكالفا مليحه ومتقونه وتساعد وكل شيء بصح سام غاليه، قالت لي تخدم 120000 للمتر. نقولها اختي الكالفا ما تسقمش 120000 اللي باعها لي ب 120000 معناتها راه يدي في الدراهم الحرام. الكالفا راهي تتباع من 50000 حتى ل 60000 ماكسيموم بور لو متر. نهضروا على المتر والعرض والله ما على بالي شحال. كي كانت قبلت تسوى 45 حتى 48 ل 50 دوكا طلعت يعني ماكسيموم 60000. وين تلقاوها البنات؟ كاين بزاف ثاني سقساوني تلقاوها وين يتباعوا لوازم الخياطه ولا القماش يعني لي تيسو. سؤال ثاني كاين يسقساوني كيفاش نفيكسي الكالفا ونحيها. بالنسبة للمبتدئات البنات تقدرين تفيكسيوها بالخيط والبرا، تخيطوا عليها جوزوها كامل وتفيكسا نورمال وترجو عليها من بعد نحيوها. انا نقولكم كيفاش نفيكسيها، نفيكسيها بالتنيبر يعني نحط الكالفا تاعي في الوسط يعني وين كان الرشمة هذيك نديرها ونفيكسيها بالتنيبر ما تتحرك ما والو.
بالنسبه وكاينه لا فيديو درت لكم قبل، دونك تقدروا تولوا للقناه تاعي تلقاو لا فيديو كيفاش نفيكسيها وكيفاش نحيها. نحيها كيفاش نقولوا بالنقاط في لافان تاع لا فيديو هذه، وحنوري لكم كيفاش نحيها. وكاين اون اوتر فيديو تاني حنحطها لكم كامل في صندوق الوصف. لا ثوازيام كيسيون، سقسيتوني وقتاش نستعمل الكالفا. البنات انا نستعملها كي ندير التيسو تاع الحرير ولا كريب بيربير، باسكو ما عندهمش ثقبات هادوما، اوليو نرسم عليها من بعد نغسلها ولا نستعمل الكالفا. بصح كي راهم يديروا يطرزوا على السوس دي ولا القماش هذاك تاع الخيشه اللي خرج دوكا، ثقبات هادوما هادوك اللي فيهم كبار، دونك تقدري ترزي عليهم. وكاين تاني سقساتني وحده كيفاش نبرودي قبل ما نغسل الجبه ولا نفصل قبل. نقول لك اختي التيسو تاع كريب بيربير ولا سوس دي ولا الخيشه ما يطلبش منك تغسليه، ديجا اصلا تشريه بشحال كيما كريب بيربير يدير 120 الف للمتر، ما يحتاجش يتغسل، ماشي كيما الجبه العاديه اللي تباع ب 45 الف 50 الف للمتر. دونك فصلي ديريكتومون وطرزي عليها. كاين سؤال واحد اخر قالت لي وحده كيفاش حابه تتعلم كيفاش يرسموا على القماش. نقول لك اختي اذا عندك قماش تاع سوسدي ما ترسميش، يعني الثقبات هذوك لي وري لك كيفاش تروحي تطلعي وتحبطي. اذا مع ماشي سوسدي كيما هاد التيسو اللي راني نستعملو، دو بريفيرونس ديري الكالفا. ان شاء الله كنت جاوبتكم كامل على الاسئله تاعكم فيما يخص الكالفا. نقول لكم البنات تهلاو في روحتكم، نتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو الجايه. ان شاء الله فهمتوا المعلومه بلي كي تروحوا تستعملوا الكالفا استعملوا هذه الرقيقه ماشي الخشينه. اللي قاعده معايا في الاخير نقول لك حبيبتي ديري لي جيم وخلي لي تعليق الشباب، واللي مازال ما اشتركش قولها اشتركي واكتيفي لا كلوش باش توصلك لي فيديو الجاي ان شاء الله. لا بروشين فيديو حتشوفوا الريزولتا تاع هاد لا سينتور، تشوفوها كيفاش خرجت. ايمالا قعدوا معايا، اللي مازال حتشوف معايا للاخير عندي مفاجاه لكم. شوفوا الشكل النهائي للجبه تاعي البنات، خرجت روعه ميم سي سامبل مي خرجت تهبل. اذا راكم حابين تشوفوا لو با تاع هاد لا روب عندي اون اوتر فيديو حنحطها لكم ان شاء الله. وتاني شاركوني في التعليق اذا عجبتكم، قولوا لي الاراء تاعكم كيفاش خرجت، واللي عندها اي سؤال تخليه لي تاني في التعليق. واللي حابين يشوفوا كيفاش جبتي هذه الجبه راني عندي لي فيديو حطيتهم في القناه، واسم القناه هي سامباي، ولو كاع لي فيديو اللي كانوا قبل حتشوفوا لي موتيف كيفاش بديتهم. مي لو با هذا كيما الموتيف هذا تاع المقروطات وهذا الفوخه والتعمر هذاك تشوفوه في لي فيديو الجايين. إمالة قعدوا معايا، سلام.